الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه مع حضراتكم من شرحنا لأي سورة البقرة، وقد انتهينا عند قول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهي الآية الأخيرة في ربع يسألونك عن الخمر، ونأخذها بإذن الله تبارك وتعالى في شيء من التفسير اليسير. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء، الكلام لعموم المسلمين، فبلغن أجلهن. قلنا في الآية السابقة فبلغن أجلهن حملت على معنيين: الأول انقضت العدة، الثاني اقترب انقضاء العدة، اقترب انقضاء العدة. أما هنا فإجماع على أن بلغن أجلهن انقضاء العدة قطعا، وإذا طلقتم النساء في الآية الأولى فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هنا اختلف المفسرون، هل هو فريق قال اقترب انقضاء العدة وفريق قال بل انقضت العدة، والجمهور على أن اقترب انقضاء العدة. أما في الآية التي معنا بلغن أجلهن انقضت العدة قاطعا، هو المعنى المقصود، فبلغن أجلهن أي انقضت عدتها. قال: فلا تعضلوهن. الإعضال الحبس والتضييق، الإعضال الحبس والتضييق، أو العضل بمعنى الحبس والتضييق. كل مشكل عند العرب يقال له معضل، ويقال للأمر إذا اشتد أنه أعضل الأمر، ويقال للداء الذي لا يرجى منه البر داء عضال شديد. فالمعنى الحبس والشدة والتضييق. قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتها فلا تعضلوهن فلا تضيقوا عليهن ولا تشتدوا عليهن. في ماذا؟ أن ينكحن أزواجهن. أولا، من المخاطب؟ يقول لمن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. من المأمور في الآية؟ على وجهين: الأول أنه يخاطب المطلق، إذا طلقها وأتى غيره ليطلبها فالذي طلقها يحارب ويضيق لئلا تخطب لغيره، من باب التضييق عليه ومن باب محاربتها. وكانت العرب تأبى أن يطأ رجل المرأة التي طلقها، يأبى، فإذا طلقها لا يريد
أن يتزوجها غيره بعد طلاقها، فيضيق ويحارب ويعسر، لا سيما إذا كان من أصحاب النفوذ أو كذا أو كذا، ويمنع غيره من أن يتقدم إلى المرأة. فالفريق الأول قال أن المخاطب هو من؟ المطلق. الفريق الثاني قال بل المخاطب ولي المرأة. إذا طلق الرجل زوجته وانقضت عدته وأراد أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد، فيأتي ولي المرأة ويقول كلا لن أرجعها له، فنزلت الآية وتقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أن يرجعن إلى أزواجهن. يبقى عندك قولين، القول الأول من المخاطب؟ المطلق، ما يضيقش على غيره ذاته. القول الثاني ولي المرأة، إنه ما رجعهاش لمين؟ لزوجها الذي طلقها أصلا. طيب في ترجيح، الترجيح هنا بسبب النزول، يبقى القرينة التي سنرجح بها سبب النزول. هل سبب النزول صحيح؟ نعم صحيح البخاري، أن معقل بن يسار كانت له ابنة اسمها جميلة، طلقها زوجها ثم أراد أن يراجعه، فمنعه معقل بن يسار وضيق عليه وأقسم ألا يرجعها له، فنزلت الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فكفر عن يمينه وأرجعها له، فكفر عن يمينه وأرجعها له. وفيه سرعة استجابة الصحابة رضوان الله عليهم، في سرعة استجابة، نزلت الآية ما فيش مناكفة ولا مناقشة ولا كذا، وإنما طبق لتو نزول الآية وارجع ابنته إلى زوجها. فسبب النزول هذا يقوي أن الكلام لمن؟ لولي المرء، أن الكلام لولي المرء. إذا طلق الزوج وانقضت العدة وأراد أن يعقد عليها فلا يضيق ولي المرأة على الرجل، الشرط إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طيب إذا فالمسألة الأولى معنا في الكلف الجملة فلا تعذرهن إن كان أزواجهن، من المخاطب؟ المسألة الثانية هو قال أن ينكحن، فهل الرجل هو الذي ينكح المرأة والمرأة هي التي تنكح الرجل؟ هو قال أن ينكحن، من الفاعل؟ النساء ولا الرجال؟ النساء. فالجواب أنها إذا انقضت العدة لن ترجع إلا بعقد، لن ترجع إلا بعقد، والعقد يكون من طرفين كلاهما راضي. فإن قيل أن الرجل هو الذي ينكح صح، وإن قيل أن المرأة هي التي تنكح فأيضا صحيح، لأنه لن يرجع إليه إلا بالعقد، والعقد يكون بين الطرفين، لا سيما أن الآية ذكرت إذا تراضوا، هذا وزن تراضوا وزن مفاعلة من الجانبين، وزن يفيد المفاعلة من الجانبين، إذن فليس هو فقط يرضى بل هي كمان أيضا ترضى، بل هي أيضا ترضى. إذن فكون أن يقول أن ينكحن صحيح، صحيح أن المرأة هي الفاعل. الثالث أن ينكحن أزواجهن، على القول الأول أن الكلام لمن؟ للمطلق، فكيف
يسمي الرجل الذي سيتقدم زوج. اللي مش فاهم السؤال يوقفني على طول. أن ينكحنا من أزواجهن. قلنا القول الأول من المأمور ألا يعضل؟ المطلق. المطلق لا يعضلها في ماذا؟ في أن تنكح زوجا. طب هو بقى اسمه زوجة أصلا؟ ده لسه بيتقدم، فكيف يسميه زوج؟ أن ينكحنا أزواجهن. والجواب باعتبار ما سيكون. وهذا أسلوب من أساليب القرآن، وهذا أسلوب من أساليب القرآن، أن يتكلم باعتبار ما سيكون مستقبلا. مثال: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وهل الخمر يعصر؟ إيه اللي بيعصر؟ العنب. يعصر العنب ليكون خمر. فلماذا سمى العنب خمر؟ باعتبار ما سيكون. باعتبار ما سيكون، إني أراني أعصر خمرا. والقرآن مختصر مفيد، فيخاطبك بالألفاظ التي فيها اختصار، فباعتبار ما سيكون سماه خمر. نفس الكلام هنا، أي ينكحن أزواجهن مستقبلا، أو أي ينكحن الذي سيكون زوجا له. طيب، على اعتبار أن المخطب ولي المرء والرجل طلق وانقضت العدة، قال أن ينكحن أزواجهن، هو اسم زوج باعتبار ما كان، باعتبار الذي كان زوجا له. ها، وصله ولا مش وصله؟ وصله. طيب، يبقى على القول الأول أزواجهن باعتبار ما سيكون، والمخاطب هو المطلق. لو المخاطب هو ولي المرء بس ما زوج ليه؟ باعتبار ما كان، أنه كان زوجا له. فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. ثم وضع الشرط وقال إذا تراضى، وقلنا وزن يفيد المفاعلة من الجانبين، إذا هو راضي وإذا هي راضية، إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلا يحل التضييق عليها في ذلك. أيضا في قول إذا تراضوا وزن المفاعلة، هذا يفيد أمرا، أنها لابد أن ترضى، ففيه إشارة إلى عدم إجبار أو إكراه المرأة على الزواج من شخصها لا تريده. انتبه، إذا تراضوا قلنا يفيد المفاعلة من الجانبين، وكذلك رفض أن ينكحن فيدل على رضاه، وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن تجبر المرأة على الزواج من رجل. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الأيم: الأيم تستأمر. الأيم، الأيم تستأمر، والبكر تستأذن. الأيم تستأمر والبكر تستأذن. وفي رواية البخاري: وإذنها سكوتها، وإذنها سكوتها. طيب، إيه الفرق بين اللفظين؟ الأيم تستأمر يعني تتكلم وتوضح الأمر وتأمر إن كانت موافقة أم لا، والبكر تستأذن. إيه الفرق؟ أن الأيم تتكلم وتصرح بالكلام إن كانت تريد فلان أو لا تريد. مين الأيم؟ التي طلقت قبل ذلك، سبق لها أن تزوجت وطلقت. وفي رواية أخرى: الثيب. الثيب أو الأيم تتكلم وتصرح أنها تريد فلان أو لا تريد. طب البكر،
يغلب عليها الحياء. فاختار النبي لها لفظ ايه؟ تستأذن وإذنها سكوته، لأنها تستحي أن تقول ايه؟ موافق على فلان، أو عايزة فلان، أو أريد فلان، فتستحي. فإذا سكتت فيعتبر هذا فقها، أنها ده مش فقهي ولا فقهك ولا فقه الأئمة الأربعة، حتى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي صرح أن إذنها أن تسكت. فإن سكتت خلاص علم أن هذا إذن، فالإذن أيسر من الأمر، الأمر فيه تصريح، الأمر فيه تصريح. أما السيد أو الأيم تزوجت خلاص ما عادش عندها بقى مسألة إيه؟ إنها تتوافق على فلان تنكسف واللي تشوفه والكلام لا أيوه ده لا ده فلان ده في كذا، لا تتكلم وتستأمر. إذن فلا يجوز أن تكره على أمر لا تريد، سواء سيب أو بك. هل معنى ذلك أنها تنكح نفسها؟ لا. بعض المذاهب قالت أن الأيم تنكح نفسها؟ نعم بعض. والجمهور على أن لا ولي، على أنها لا تنكح إلا بولي. حتى الأيم نعم نعم. ما الدليل؟ الآية التي معنا فلا تعضلوهن أن ينكحن. إذن فبيد الولي المسألة أن يعضل فيها أو لا يعضل، هذه واحد. الثانية قال الله فانكحوهن بإذن أهلهن، وهذه آية صريحة وجاءت عامة، فانكحوهن بإذن أهلهن، وكذلك نص الحديث جاء عاما لا نكاح إلا بولي، لم يقل سيب أو بكر. فمذهب الجمهور أنها سيب أو بكرا لا تنكح، لا تنكح ولا تنكح إلا بولي. طيب إذا رأى الولي أن الرجل لا يصلح، فاسد فاسق، هل له أن يرفض؟ نعم له أن يرفض. إذن ليس له أن يجبرها على أحد، هذا معلوم، ولكن إذا رأى الفسق له أن يمنعه عن أحد. نعم إذا كان هذا فيه المصلحة وأن المتقدم فاسد أو فاسق، فحينئذ يمنعها له أن يمنعها، أن يمنعها. نعم. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك ذلكم ذلك ذلك يوعظ به، ذلك يوعظ به، يذكر به. من اشترط؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن فتفهم من الآية أنه إن لم يكن يؤمن بالله واليوم الآخر فالكلام ليس له أصلا، والآيات بمثل هذا الصدد كثير. من الذي سيحدث في قلب الموعظة؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن فمن كمال الإيمان أن يذعن لهذا الأمر من أوامر الله، ذلكم أزكى أكثر نماء ورفعة وبركة في درجاتكم. وتأتي الزكاة بمعنى الطهارة، تأتي، ولكن ليست هنا هكذا على الراجح. لماذا؟ لأنه قال بعدها وأطهر وأطهر، فمش معقول هيقول ذلك أطهر لكم وأطهر، فتحمل الزكاة هنا على النماء والبركة. ذلكم أنمى وأكثر وأرفع لدرجاتكم وأطهر لذنوبكم، ذلكم أنمى لدرجاتكم وأطهر لذنوبكم. فتزيد معه الدرجات وتنقص معه السيئات، تزيد معه الدرجات وتنقص معه السيئات إن امتثلت لأمر الله. انظر إلى هذا التشديد في حق النساء، انظر إلى هذا التشديد في الأوامر التي تنزل للنساء في حق النساء، ومراعاة رب العالمين في النساء. قال والله يعلم، والله يعلم، فين المفعول؟ يعلم ايه؟ محذوف، أفاد أفاد العموم، حذف المفعول به يفيد العموم. والله يعلم، يعلم كل شيء، حذف المفعول به للعموم. والله يعلم، يعلم ماذا؟ كل ما تتوقع.
فحذف المفعول به للعموم وأنتم لا تعلمون. هل قصد هنا لا تعلمون ينفي العلم كامل ما فيش علم خالص، ولا ينفي العلم الكامل؟ هل ينفي العلم بالكلية وأنتم لا تعلمون جهلة خالص ما فيش حاجة، ولا وأنتم لستم كاملي العلم؟ فالمنفي كمال العلم لا العلم بالكلية، لأنه أثبت للبشر علم. فإن علمتموهن مؤمنات مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آيات أثبتت للناس العلم. إذن فالمنفي هنا ليس العلم بالكلية، وإنما المنفي كمال العلم، ولكن العلم الكامل لله. فقال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آثرت بعد انتهاء من هذه الآية أن أتوقف عندها وأجمل لك آيات الأحكام في هذا الربع، ربع يصنعك على الخمر، بدءا من قوله للذين يؤلون من نسائهم إلى نهاية الربع. أذكرها لك في يسر وعجلة، تفسير ميسر سريع. وقد ذكرت لك قبل أن أبدأ أن كثير ممن يحفظون القرآن يتوقف عند هذه الآيات ويقول إنها صعب. آيات الربعين دول أصعب ربعين فين؟ في سورة البقرة. ليه؟ عشان فيهم أحكام. فإن فهمت هذه الأحكام وفصلت ويسرت ستجد أنها يسيرة جدا. فلما بدأنا في تفسيرها أخذناها على حلقات طوال لإيضاح ما فيها من أحكام على القدر الميسر. فإذا أجملتها لك تيسر لك أن تحفظها، وإذا قرأت تفهم، حتى تستطيع أن تتوقف وقوفا صحيحا في القراءة. تقف وتبدأ، الوقف والابتداء في الآيات يكون صحيح مع فهم المعنى. فإذا علمت المعاني حتى الوقف والابتداء يكون عندك يسير، لأنك يعني فاهم بتقرأ إيه. وبعدين يجي الإمام في رمضان بيختم مثلا القرآن، يجي عند الآيات الأحكام دي أو الآيات الطلاق والربع بتاع الوالدات، تلاقي المأموم واقف عم كده مش فاهم حاجة. ليه؟ ومش عارف المعنى. فهذا يصيبه بالملل، خليه واقف ملان خلاص. والإمام نفسه بيبقى ماشي وبيقرأ الآيات دي ماشي بص كحد السيف، ويهدي الريتم في القراية ويبقى خايف يقع. ليه؟ لأنها هي أحكام صعبة بالنسبة له، ولو حد كح وراه يلخبطه. ليه ده كله؟ إيه المشكلة في ده كله؟ المعنى. لو مركب وبيقرأ إيه ما يحصلش ده كله. لا المأموم يمل ولا الإمام يبقى عامل حساب الآيات، هيعيش مع الآيات. وإذا فهمت ما تقرأ ده موضوع تاني خالص، وإذا فهمت ما تسمع ده موضوع تاني خالص. لو اتنين مأمومين يقفان خلف الإمام، أحدهم يفهم المعنى والآخر مش فهم المعنى، فرق بين الصلاتين شاسع، ما بين الصلاة والصلاة أصلا. واحد عايش مع الآيات ومركز، والتاني خرج في أمور الدنيا وراح مشوار وجه على ما الإمام يركع. الفرق بين الصلاتين شاسع، وهذه من أهمية دروس التفسير. إذن فهذه من الآيات التي تعضل على كثير من الناس في سماعها، فسنحاول بإذن الله أن نيسرها وأن نجمع ما قلناه فيها في عجالة. وتستذكرون معي ما سنقول يعني بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ من قوله تعالى من بداية آية الأحكام، للذين يؤلون. ما معنى يؤلون؟ يحلفون. يحلف على الزوجة ألا يقربها ولا يمسها. اللي حافظ هيتابع معي، اللي مش حافظ يفتح المصحف ولو على الموبايل ولو على التليفون حتى يتابع معايا علشان نبين سورة الآيات. خلاص؟ للذين يؤلون. يؤلون يعني ايه؟ يحلفون. بيعمل ايه؟ بيحلف على زوجته ألا يقربها. يحلف حلفان مفتوح فوق الأربع شهور، يعني يحلف ما يقرب لها خمس شهور، أربع شهور ونص، ست شهور، ثمان شهور، عشر شهور، مفتوح. والله لا أقربك. الآيات بتقول له آخرك كم؟ أربع شهور.
لو عدى 4 شهور يتطلق يتجامع. طب لو هو حلف على 5 و6 وفات 4 يكفر عن يميني، وإما أن يطلق وإما أن يجامع. خلاص؟ للذين يلون من نسائهم تربص، يعني انتظار. انتظار كم؟ 4 أشهر. فإن فاؤوا عدوا، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. خلاص؟ صح ولا أنا لو أخطأت قول. وإن عزموا الطلاق يبقى قدامك حالتين، فإن فاؤوا يعني رجع، فاؤوا يعني إيه؟ رجع بعد 4 شهور وجابها، فالله غفور رحيم على حلفه. وإن عزموا الطلاق خلاص يبقى ده الحل التاني بعد 4 شهور، يا دي يا دي، فإن الله سميع عليم. وبدأ الكلام فين؟ في الطلاق. والمطلقات عدتها كام؟ يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القرء الحيض. واختلف الجمهور، هل اختلف المفسرون أو أهل العلم، هل العدة 3 حيضات ولا 3 من الغسل بعد الحيض؟ 3 اغتسالات، 3 حيضات ولا 3 اغتسالات؟ خلاص؟ فده فريق وده فريق. 3 قروء ده عدة المطلقة. طب والحامل؟ بوضع الحمل. طب والتي لم تحض؟ 3 أشهر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن. ربنا خلق في رحم المرأة حاجتين، إما الدم الذي ينزل في الحيض وإما الجنين، والعدة متوقفة على الاثنين دول، الحامل إن الجنين ينزل، والحيض التي ليست هي بحامل عدتها إيه؟ الدم. يبقى ربنا خلق في الرحم عندها حاجتين، الحاجتين دول العدة بتاعتها متوقفة عليه، فقصد إنها تضر بالرجل تكتب، تقول لك أنا حامل ليه؟ عشان يتنوا يكوع 9 شهور بدل ما يكوع كام؟ ما هو واجب عليه إنه ينفق عليها طول ما هي حامل، فتقول لك أنا حامل وهي مش حامل. فالقرآن يحذره ويقول ولا يحل لهن أن يكتمن، خبر أن يكتمن خبر ما خلق الله في أرحامهن، سواء الدم ونزول الدم أو الحمل والجنين. واضح كده؟ والمطلقات يمشي معايا لفظ بلفظ، ولما تحس انك شام وقف، بس طبعا مش فاهم عشان غبت في الدروس اللي فاتت، لا مش فاهم اللي انا بقوله دلوقتي. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، قرء يعني حيض، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحمهن، اما دم واما جنين، ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. واضحه. وبعولتهن اي الازواج أحق بردهن، يعني يبردهن أنه يرجعها له بعد ما طلق، أن يرجعها له في فترة العدة، أحق بردهن في ذلك. ذلك دي عايدة على إيه؟ على فترة العدة، أحق بردهن في فترة العدة، يقدر يردها تاني. يبقى ذلك عايدة على إيه؟ على فترة العدة، أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. ووضع هذا الشرط. طيب خلاص هيردها، فقعدوا ويبدأ يتكلم هو وهي ويحطوا شروط ويحطوا كذا. غالبا ما يكون الحمل على المرأة، فقال ولهن إيه؟ مثل الذي عليهن. لما تيجوا تتكلموا ويحصل الصلح اعلم أن لها مثل الذي عليها في الحقوق الزوجية، أما الأصل في النفقة والقوامة للرجل. فقال وللرجال عليهن إيه؟ عليهن درجة، حتى لا يظن أن الرؤوس متساوية في كل شيء، فأما ميز الرجل بقوله إيه؟ وللرجال عليهن درجة. ثاني، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم فيما أنزل إليكم من أحكام. هو عزيز هو حكيم سبحانه وتعالى. الطلاق مرتان، الطلاق عموما ولا الطلاق الذي فيه رجعة؟ الطلاق الذي فيه رجعة 2. طب لو جت الثالثة خلاص بانت منه بينونة كبرى.
يبقى الطلاق الذي فيه الرجعة مرتين. ليه؟ لأن العرب كانت زمان يطلق ويرد ويطلق ويرد عشان يعجنها وياخد حقه، وبعدين يوم مطلق وبعد شوية يوم جايبها تاني ويعجنها وياخد حقه ويوم مطلق، وهي كل شغال كده. فالقرآن أراد أن يحافظ على حقها وقنن هذا، فقال الطلاق خلاص. التالتة بانت منك بينونة كبرى، فإمساكم بمعروف بعد الاثنين، بعد الطلقتين الطلاق مرتين، بعد كده امسكهم بمعروف استنها معاك مدى الحياة، او لو جبت الثالثة يبقى تسريح، تسريح بإحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مقابل الطلاق. عايز تطلقي هات اللي انا جبته لك، ما هو اللي بيدي عقدة النكاح. عايزة تطلقي هات نص المهر وانا اطلقك، ايه رأيك؟ فانزل الله حفظ، لان المهر ده بما استحل به بضعها وبما استحل به فرجها، فانفعش انه يرجع ياخد منه حاجة تاني. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا مقابل ايه؟ مقابل ان يطلق. خلاص؟ يبقى مقابل الطلاق يقول لا هاتي. فربنا بيقول اوعى، مقابل الطلاق مفيش اخدان لاي حاجه انت جبتها، بل لا يحل لك ان تاخذ منها شيء اصلا. بس هو ركز على ايه؟ على اللي هو الدوله، لان ده اول حاجه بتطلب. فاذا كان اللي انت جبته ما تاخدوش فما بالك باللي هو بتاعها اصلا، ما تاخدش منه حاجه. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف الاثنين ألا يقيم حدود الله. العشرة ما بينهم بقى فيها شد وجذب، ويحصل عدم وفاء لحدود الله. ففي الحالة دي هي عايزة تتطلق خلاص، وهو يقول لا بيجاريها. ففي الحالة دي أتى بحكم آخر وهو الخلع، تقوم جايبه كل اللي هو خده وتدهوله، عفوا كل اللي هو جابه وتدهوله مقابل ان هي تخلع، تذهب للقاضي او للحاكم وتقول له انا هرد له كل حاجه بس يفرق بيني وبينه. فقال النبي للمرأة ردي عليه الحديقة وطلقها تطليق خلاص، ويكون في علة. يبقى امتى الرجل ياخذ مما اتاها شيئا؟ لو هو عايز يبقى على العشره ومش راضي يطلق، وهي خايفه الا تقيم حدود الله وبتكره او لسبب من الاسباب. ففي الحاله دي هي بتقول له طلق، هو بيقول لا، تعمل ايه؟ تدي له اللي جابه ويفصل القاضي بينهما وتخلعه خلاص. ده حكم الشرع، ماليش دعوة بما يجري، أنا بتكلم على حكم الشرع. يبقى فلا جناح، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. لا جناح عليها هي أنها تطلب الطلاق، ولا جناح عليه، جناح عليه هو أنه ياخد مما أتاه. ده في حالة إيه؟ الخلع. ده في حالة الخلع، مفيش أسئلة بقى. ده في حالة الخلع، احفظ سؤالك تاني. يبقى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا مقابل، مقابل ايه؟ انه يطلق. الحاله الوحيده اللي يحصل فيها كده ان خفتم الا يقيم حدود، الا يخاف الا يقيم حدود الله. فان خافت الا تقيم حدود الله هو مش راضي يطلق، فلا جناح عليهما، عليه هو انه ياخذ وعليها هي انها تطلب الخلع مقابل فيما افتدت به، تدي له اللي هو ايه؟ اللي هو جاب. واضحة كده الآية ولا؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها الثالثة فلا تحل له، على التأبيد لا، إلى أمد. إيه الأمد؟ حتى تنكح زوجا غيره. ومن السنة عرفنا أن الزوج ده مش نكاح على ورق بس، بل وأن يأتيها أو جامعه. ولا يجوز أن ينكحها الثاني بنية أن يحلها للأول، وذكرنا هذا تفصيل خلاص. واحد دخل ويريدها وتزوجها و
دخل بها وبعد فترة من الزمن كرهها ثم طلقها، فأتى الأول وأراد أن يرجعها، يحل يحل كده؟ نعم، حتى تنكح زوجة غير. طيب اللعان، فاكرين الحكم بتاع اللعان في سورة النور؟ هيقف قدام القاضي والاثنين يلعنوا بعض 4 مرات، لأنه بيقول إن أنا شفتها مع رجل غريب اتهمها بالزنا، ده اسمه تحريم على التأبيد. حتى لو نكحت زوجة، حتى لو نكحت 20 بعد، محرمة على ده مخصوص حكم اللعان. واللي مش فاكره أو مش فاهمه نبقى نجيبه بعد الدرس، خلاص. إنما هنا حتى تنكح زوجا غير، فإن طلقها اللي هو غيره اللي هو الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع. إمتى؟ إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، انقضت عدته أو اقترب انقضاء العدة، فأمسكوهن بمعروف، إن أردت إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد، إن كانت الطلقة دون الثالثة طلقتين بس أمسكها بمعروف، وإن كنت تريد أن تبت في طلقها خلاص أو سرعهن بمعروف، يبقى الإمساك بالمعروف والتسريح أيضا بالمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بيردها تاني ليه؟ عشان يضر بها، ياخد حقه منه، يعني طلقها طلق خلاص وعايز قبل انقضاء العدة او العدة انقضت وعايز يرجعها بمهر جديد وعاد جديد، طلق واحدة بس فعايز يردها، تقول له انت عايز تردها ليه؟ يقول لك عشان اطلع عينها، هطلع عليها القديم والجديد واللي هي عملته فيه، مش هطلعها، هردها تاني واخد حق. حرم عليه الشرع هذا. قال ولا تمسكوهن، ما ترجعهاش تاني ضرارا لتضر بها، لتعتدي على حدود الله. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بعدها ايه؟ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه امام الله، اكتسب اثم وظلم به نفسه. وقلنا ان النفس هذه امانه فلا تحملها اوزار. ولا تتخذوا ايات الله هزوا، هذا واضح المعنى. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم جاءت الآية التي معنا، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت العدة وأراد الزوج أن يرجعها، فلا تضيق على الزوج في أن يرجعها. بيكلم مين؟ ولي المرأة. هنأخذ القول الأرجح على طول، بيكلم ولي المرأة، فلا تضيق عليها أن ترجع إلى زوجها، ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآيات دي كده بهذا التفسير مختصر، فيها إشكال؟ لو قريتها دلوقتي فهمها وجدت تحفظها، راكب معاك المعاني ولا حاسس برضو أنك هتوه فيها وأنها صعبة وأنها وحتى هذا الكلام مسجل ويترفع موجود، أول ما تحس أن الدنيا أشكالت معاك ممكن دي ترجع للتسجيل او ترجع اللي انت كتبته او كذا، هتفتكر التفسير بسرعة، هيبقى سهل عليك تحفظ او سهل عليك انك ايه تقرأ. اخر نقطة، هذه الايات التي ذكرناها كاملة من قولي للذين يؤلون لحد ما انتهينا لحد دلوقتي، الكلام ده كله الحفظ الاكثر فيه لحق المرأة ولحق الرجل قولا واحدا. شوف اهتمام القرآن بحقوق المرأة دي في الطلاق والزواج، حتى يظهر لك أمران. الأول كلام السفهاء، يقول لك الإسلام ظالم المرأة وهضم حقوقها وكذا 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 وكذا. شايف قرآن يتلى إلى يوم القيامة، أنزله الله ليقسم فيه عادات العرب مع النساء وينزل أحكاما جديدة تحافظ على حقوق المرأة بهذه الطريقة القوية، وهذا الوعظ والزجر الشديد حينما يقول ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ويقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ويقول واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، ويقول ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظر إلى خواتيم الآيات التي هي بمثابة القوارع بقاف،
التي هي بمثابة القوارع فوق الرؤوس لتزجر الرجال وتنهاهم عما كان يفعلون قبل نزول الإسلام حفظا على حقوق المرأة. يجي واحد يقول لك إيه؟ الإسلام أهان المرأة، قل له لا ده مش الإسلام أهان المرأة، ده أنت فراغ، قول اللي أنت عايزه. المسألة الثانية، هل هذا الذي ذكر من المعروف وإقامة حدود الله واهتمام القرآن بالنساء معكوس على الواقع؟ تراه في مجتمعنا في مسألة الزواج والطلاق وكذا وكذا وكذا، انت شايف ده أبعد ما يكون. شوف الأحكام عاملة ازاي، وشوف الزواجر كما قلت لك في الآيات عاملة ازاي، وانظر إلى ما يكون عند الطلاق بين الرجل والمرأة. فمن الرجال من يرفض أن يطلق مقابل حقوق ومقابل أن يأخذ مما أتاه من غير ما أتاه، يهضم حق المرأة. ومن النساء من يبلع الحق 4-5 أضعاف وتبقى خلعاء وتاخد الأي. والله يقول فلا جناح عليهما فيما إيه؟ فيما افتدت به. ده بص تخلعه وتاخد كل حاجة وتسجن. هذه وصية الله للناس. انظر إلى الحال الذي آل إليه الناس من عدم معرفتهم بما أنزله الله رب العالمين. والله أنزل إليهم كتابا فرقانا يهدي للتي هي أقوم، فإن تمسكوا به خفت المشاكل وخف 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 كل ما نراه وقع في مجتمعنا بسبب البعد عما أنزله الله رب العالمين. الكلام في حقوق المرأة عند الطلاق لا يزال متواصلا من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، نبدأ منه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. سؤال تكلم في حتة لا تخذوا من المشاهد حتى المهر لما يجي مثلا تخلعه لما يأخذ اللي هو دوله حتى المهر طبعا ما أتاه كل ما أتاه ترجعه.